أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج كشك الصحافة، وفيه تتابعون موقع إخباري يتحدث عن الحوثيين يهجرون سكان قرية كاملة في ريف تعز. الإرهاب يعود لاستهداف زنجبار في أبيان بعد 5 أشهر من تحريرها. ثمان سنوات سجن لأول رئيس أطاحته ثورات الربيع العربي. في أكثر الأخبار قراءة، أمريكيون وبريطانيون ينتقلون إلى بلدان تناسب ميولاتهم السياسية. أهلا بكم مشاهدين إلى قراءات اليوم، البداية من التقرير الذي أورده موقع بوست تحت عنوان فشل الجهود الإيرانية في السيطرة على باب المندب مع تزايد خطر حلفائهم على المضيق. قال التقرير: تظهر إيران انفلاتا وفشلا لجهودها في السيطرة على مضيق باب المندب التي كانت بداية العام الحالي تعد نفسها بقاعدة عسكرية بحرية على بوابة المضيق الاستراتيجي الهام. تسعى إيران للسيطرة على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على مضيق هرمز، وهما من أهم خطوط تجارة النفط من دول الخليج إلى العالم، بعد عشرات الاحتكاكات العسكرية بين دول الخليج والبحرية الأمريكية في الخليج العربي في السنوات الخمس الماضية. يتابع الموقع: الحوثيون أمام خيار واحد فقط، وهو التخلي عن إيران والعودة إلى الحاضنة اليمنية كحزب سياسي. ميدانيا، يعنون موقع الاشتراك نت: الميليشيات تقصف بالكاتيوشا مطعما شعبيا في مأرب وسقوط 14 قتيلا وجريحا من المواطنين. وبحسب مصادر محلية قالت للاشتراك نت، فإن صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيات من مواقع تمركزها في صرواح سقط على مطعم في أحد الأحياء الشعبية وسط المدينة. المصادر قالت إن القصف أدى إلى سقوط 4 قتلى من المواطنين وإلى إصابة 10 آخرين على الأقل. وأوضحت المصادر أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة بسبب نشوب حريق في المطعم أدى إلى احتراقه بالكامل. النصر الذي يعميك عن رؤية ما يبحث عنه شعبك في المستقبل كالهزيمة التي تمنعك عن الالتفات للأسباب التي أنتجتها. هكذا بدأ عدنان العديني مقاله المنشور في موقع بوست، وقال في أجزاء منه: وحدهم الذين لا يراجعون أخطائهم في الماضي لا يستطيعون الوصول بشعوبهم إلى المستقبل. بدون رؤية دولة المواطنة تلوح في الأفق كنجم يهدي المناضلين، لن يكون للانتصارات معنى كبير وفارق. فكل نصر هو بمثابة درجة في سلم الصعود نحو الاستقرار السياسي للبلد، والمهم أن نصل النهاية للبقاء في السلم. يخذل المناضل نفسه حين يجعل من الانتصارات والهزائم مناسبات لتعزيز الانقسامات داخل وطنه. فإذا لم يكن إنقاذ البلد من هذا التحلل والتفكك هدفاً للنضال، فما قيمة التضحيات؟ مع كل شهيد يجب أن نردد سفر التكوين لدولتنا المنتظرة، دولة تجمع الشتات وتصنع منا قدراً سياسياً يحترمه العالم. الحرية للإنسان والسيادة للشعب والحكم لمن ترضى عنهم الأمة وتصوت له، هذه هي التعويذة الوطنية التي تعالج نزوعنا للانقسام والصراع داخل الجبهة الواحدة. السلطة المنتظرة ستخرجنا من التيه، ولن تكون أداة للانتقام يستخدمها من يصل إليها أولا، لأنه ليس ثمة أول وآخر، فالجميع قد بذل في النضال نصيبه وقسمه. السلطة المنتظرة هي وسيلة انتقام من الأسباب التي تجعلنا أضحوكة في أنظار العالم، ومن الحالة التي نبدو فيها كصغار يتشغبون على حلوى لم تصنع بعد. الانتصارات ليست ضد بعضنا ولا لتصفية الحسابات، بل هي من أجل الخير العام والمصالح الوطنية. هل يستقر الأمن في تعز؟ يعنون موقع مصدر أونلاين في صفحته الرئيسية. الشرطة العسكرية في تعز تتسلم معدات وتجهيزات قتالية ضمن خطة لضبط الأمن، قال مصدر رسمي لمصدر أونلاين. الشرطة العسكرية تسلمت اليوم 11 عربة، عربة طقم، رشاشات عيار 23 وأخرى عيار 14 ونص ودوشكا وبوازيكا وأسلحة خفيفة. وقال المصدر إن هذه التجهيزات تأتي في إطار خطة أمنية شاملة لضبط الأوضاع الأمنية في المحافظة. أشار المصدر إلى أن الخطة تشمل دعم القطاعات الأمنية بتجهيزات مماثلة بما فيها الأمن المركزي والنجدة. أضاف: تعز لن تتسلمها سوى يد الدولة التي تناضل من أجلها الشباب، التي ناضل من أجلها الشباب وبذلوا الدماء والأرواح. موقع عدن تايم وصف قرية تبيشعة
الواقعة في جبل حبش في تعز بأنها القرية اليمنية التي تركها الحوثيون بلا بشر. أكدت مصادر محلية وحقوقية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن قيام ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح بتهجير سكان قرية بأكملها في منطقة بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي. وبحسب المصادر فقد تم تهجير سكان توبيشعة بالكامل، وذلك بعد 3 أيام على اقتحام الميليشيات للقرية، وأن عدد الأسر المهجرة قسريا بلغ 250 أسرة نزحت بعضها إلى قرى مجاورة، فيما نزح آخرون إلى مدارس في تعز. وفقا للمعلومات فإن 11 قرية أخرى في منطقة بلاد الوافي يقطنها أكثر من 3500 أسرة لا تزال ترزح للحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات على المنطقة منذ شهرين. عن انقلاب ميليشيا الحوثي كتب خالد الرويشان كيف أصبحت الحياة بعده، وكيف فقد اليمنيون وظائفهم وربما مواهبهم وكل ما يمدهم بالحياة. وقال الرويشان في جزء من المقال الذي علق فيه على صورة يظهر فيها أستاذ جامعي وهو يعمل في أحد المخابز: انقلابكم قلب البلاد رأسا على عقب، العبقري مع مرتبة الشرف أصبح عجانا في مخبز، والجاهل القاتل أصبح مشرفا في جامعة. شعب بلا رواتب، وهذه هي النتيجة. هذا دكتور مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة 2012، والأول على دفعته في البكالوريوس والخامس في الثانوية العامة. هذا العبقري أصبح عجانا في مخبز بسبب انقطاع الرواتب، وحتى لا يموت جوعا هو وأولاده. لم يكن يعرف أن القصة ستنتشر ولا يحب، لكنني أقول له ومن هذا المنبر: يداك مباركتان أيها العبقري اليماني النبيل. اليمن يفخر بك والشعب يحييك، العالم كله يحييك، يقبل يديك المكافحتين. لست وحدك، أنت في قلب البلاد وعينها، يا صانع الخبز والحياة، يا صانع الأجيال. لا تبتئس، سيرحلون وستصبح رئيسا للجامعة في يوم قريب. ستصبح هذه الصورة أيقونة كل جامعات الدنيا، ستلعنهم الدنيا كلها ويلعنهم اللاعنون. تمر الأشهر الطوال وميليشيا الحوثي تكرر محاولاتها للوصول إلى الضالع. قال موقع صحوانت عن ذلك: إن الجيش والمقاومة يفشلان محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في مريس. وقال مصدر عسكري: إن أبطال اللواء 83 قاموا بتطويق الميليشيات ومحاصرتهم في محيط موقع مرمق، فيما قصفت المدفعية مواقعهم بعدة قذائف في محيط قرية رما. كانت مدفعية القوات المسلحة قد دمرت طقما تابعا للميليشيات كان في طريقه من دمت إلى جبل ناصة بالقرب من قرية معصر، وقتل وجرح كل من فيه. يتابع الموقع: يشهد القطاع الغربي لجبهة مريس مواجهات واشتباكات عنيفة بين الحين والآخر. في 7 أغسطس الماضي تلقى سكان محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية في المحيط الهندي أقصى جنوب شرقي اليمن خبرا يفيد بقتل أحدهم لمواطن آخر بالسلاح في واقعة هي الأولى منذ 42 عاما في الأرخبيل المكون من 4 جزر. يقول موقع يمن مونيتر والذي نقل تقرير سقطرى من وكالة الأناضول: سقطرى دوما هادئة على عكس بقية المحافظات اليمنية الذي تعصف بها الحروب، وقتلت حتى الآن وفق الأمم المتحدة 7469 شخصا وجرحت 40,000 آخرين. مدير الأمن في محافظة سقطرى صالح علي قال: إن المجتمع المحلي بقي بعيدا عن الصراعات السياسية والحرب الأهلية التي تدور منذ 2 عامين، وهو وضع أرجعه إلى طبيعة أهالي الجزيرة، فهم ينبذون كافة أشكال العنف وظواهر حمل السلاح. القضايا الجسيمة ليست موجودة في الجزيرة، وكل القضايا التي نتعامل معها محدودة. قبل قراءة أهم ما جاء في الصحافة العربية، فاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا، بات التعليم قاب قوسين أو أدنى من التوقف التام في مدينة الحديدة الساحلية وفق صحيفة العرب الجديد. قالت إن عدم توفر الراتب الذي يعتمد عليه المدرس في حياته يعني أنه سيضطر إلى البحث عن عمل آخر لكسب العيش ويقصر في واجباته تجاه تلاميذه،
تنقل الصحيفة عن أحد المعلمين والذي التحق بالعمل في أحد أسواق المدينة، قال: بتنا نبحث عن بدائل تضمن لنا ولو الحد الأدنى من احتياجات أسرنا، ويؤكد أنه يحرص على الالتزام بالدوام كونه يوفر تكاليف المواصلات إلى المدرسة مما يكسبه في عمله التجاري. مصدر في مكتب التربية والتعليم يؤكد للعربي الجديد أن المكتب وجه مذكرات عديدة للجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس المحلي لحثهم على تكثيف الجهود لتوفير مستحقات المدرسين، لكن هذه الجهود باءت بالفشل. ومن المحافظة ذاتها عنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية: الميليشيا تخطف مدنيين في الحديدة. قالت الصحيفة: ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية اقتحمت قرية الدمنة في مديرية حيس في محافظة الحديدة الساحلية وداهمت عددا من المنازل، اختطفت عددا من المواطنين بينهم أطفال وكبار سن. أفادت مصادر محلية أن الميليشيات أرعبت النساء والأطفال أثناء اقتحام المنازل واقتادت عددا من المواطنين إلى جهات غير معروفة. تضيف الصحيفة: الحملة جاءت ضمن التصعيد الذي تمارسه الميليشيات بحق المواطنين في ظل التقدم المستمر لقوات الشرعية والتحالف في محافظة الحديدة. عنونت صحيفة الشرق الأوسط، عنونت حول ما يحدث في مدينة أبين: الإرهاب يعود لاستهداف زنجبار بعد 5 أشهر من تحريرها. قالت التفاصيل: لم يمضي شهر واحد على آخر تحركات القاعدة في اليمن حتى أطل التنظيم من جديد في عملية اختار زنجبار عاصمة محافظة أبين مسرحا لها بعد أن لفظته قبل 5 أشهر حين تحررت من سيطرته. وحذر قياديون في محافظة أبين من تجهيز تنظيم القاعدة الإرهابي لعمليات في المحافظة، إذ حاولوا أكثر من مرة اقتحام معسكرات في مديريات لودر وجعار، بيد أن قوات الحزم واللجان الشعبية التابعة للمحافظة طردتهم من المديريات التي استهدفوها. وعن المعلومات المتوافرة لدى الشرق الأوسط حول حادثة الجمعة، قالت الصحيفة: فجر انتحاري شاحنة صغيرة مفخخة عند مدخل معسكر النجدة في زنجبار. وقالت المصادر الأمنية إن الشاحنة الصغيرة المفخخة رباعية الدفع وكانت محملة بخشب للتدفئة لإعطاء انطباع أنها شاحنة نقل. ثقافة موت لا ثقافة للحياة، لا ثقافة للحياة. تحت هذا العنوان كتب غمدان أبو إصبع مقاله المنشور في موقع الوحدوي نت، وقال في أجزاء منه: شكلت حركة الحوثي منذ دخولها ساحة التغيير أزمة فكر، إلا أن رواد الساحة لم يلاحظوا هذه الأزمة القاتلة التي تعيش في عقول وأذهان القادمين من كهوف التاريخ، رغم وضوح ثقافة الموت التي تحملها تلك الجماعة. مفهوم الحياة في أبياتهم غائب، وللأسف لم يأخذ ثوار الساحات في أولوياتهم كشف خفايا وأبعاد وتطلعات جماعة الموت القادمة من الكهوف، جماعة لم تعش المتغيرات التي شهدتها البشرية لتؤمن بالدولة والديمقراطية والعيش المشترك، لم تصل بعد إلى القرن 21 ولا حتى القرن 8 الميلادي. فمن يجهل العقول التي تتعامل بها جماعة الحوثي مع كل صاحب رأي وكل إنسان يطالب بحقوقه فليقم بزيارة إلى اليمن، عندها سيعرف أن الحوثي والمدرسة التي ينطلق منها لم تعي ما هي الدولة ولا ما هو القانون المنظم للحياة الإنسانية ولا ما هي الآلية التي تتعامل بها الأمم مع قاطنيها. فشعار الموت وغياب مفهوم الحياة في أدبيات الحوثي دلالة على واقع الأزمة الاقتصادية التي تفتك باليمن واليمنيين، ومع ذلك لا يكترث لتلك المعاناة بل يعمل على تزايدها وتفاقم معاناة الإنسان اليمني. من يحمل ثقافة الموت لا يبني شعبا بل يدمره، ومن يحمل شعار الحياة لشعبه يعمل على خلق تكافل وتوائم اجتماعي يضمن من خلاله أبناء شعب راقين خالين من أمراض الكراهية التي نبتتها الأمم بينما يجسدها الحوثي. صحيفة القدس العربي تابعت رحلة إحدى ثورات الربيع العربي، وعنونت الصحيفة: حكم غيابي بسجن بن علي 8 سنوات في قضية فساد جديدة. تقول الصحيفة: إن محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 8 سنوات وصهره صخر الماطري 6 سنوات في قضية فساد جديدة بحسب ما أعلنت النيابة العامة. قال سفيان الصليطي الناطق باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية:
إن المحكمة قضت غيابيا بسجن بن علي وآخر وزير دفاع في عهده 8 أعوام وصخر الماطري 6 أعوام وبتغريم كل واحد منهم أكثر من 1,000,000 دينار نحو 400,000 يورو. أفاد أن هؤلاء تم إدانتهم باستغلال النفوذ وإلحاق أضرار بالإدارة العمومية في عهد الرئيس المخلوع. وفي وقت سابق أصدرت محاكم تونسية أصدرت تلك المحاكم أحكاما غيابيا بالسجن بحق بن علي وزوجته وعدد من أصهاره في قضايا فساد، كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد الدكتاتور بتهمة قتل متظاهرين في الثورة أو خلال الثورة. وفي أكثر أخبار شبكة البي بي سي قراءة، أمريكيون وبريطانيون ينتقلون إلى بلدان تتناسب مع ميولهم السياسية. قالت الشبكة: ينتقل العديد من الأشخاص للعيش في بلدان أخرى بسبب تغير السياسات في بلدانهم، لأنهم يريدون العيش في مكان يشعرون فيه بالراحة. تسرد بي بي سي قصة أحد مواطني أمريكا. كان الأمريكي هيلمان يفتش في أرجاء البلدة التي يعيش فيها عن شخص واحد يشاركه نفس طريقة تفكيره، وبعدما أسفرت تصفيات انتخابات الرئاسة الأمريكية عن تحديد المرشحين النهائيين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، لم يكن هيلمان يؤيد أي منهما، وقرر بعد ذلك هو وعائلته الرحيل إلى كندا. وترى ميشيل رايلي مديرة شركة توثيق عقود عمل في لندن: كان من المقبول على نطاق واسع ومنذ فترة طويلة أن يسافر الناس حول العالم طلبا للرزق، لكن يبدو أن ذلك يتلاشى. نحن نشهد تغيرات كبيرة في طريقة تفكير الناس تجاه الانتقال إلى بلدان جديدة. لا أرى في المستقبل القريب أي انفراج في الملفات العالقة في كل من سوريا، اليمن، العراق ولبنان. هكذا بدأ محمد الرميحي مقاله المنشور في الشرق الأوسط وقال في أجزاء منه: غرفة العمليات التي تتحكم في مسارات الأحداث موجودة في طهران، وهي محكمة الإغلاق على بضع نفر. ولا أقصد هنا حكومة طهران التي يقودها حسن روحاني، ولا وزير خارجيتها جواد ظريف صاحب الكلمات المعسولة في العلن كالمطالبة بالحوار وحسن الجوار. هي موجودة عند الولي الفقيه الذي يحمل صفة الخلافة عن المعصوم، وبالتالي فهو وقراراته معصومان من الخطأ. المعصومية تتجاوز الأصل إلى التابع، ففي لبنان على سبيل المثال يمكن أن ينقد أكبر رأس في الدولة، ولكن من يجرؤ على نقد حسن نصر الله يكتب في الوقت نفسه وصيته. الحرب في سوريا هي حسب الإعلان الولائي الدائم حرب دفاع عن الشرعية والعمل نفسه في اليمن، وإن كانت حرب هدم الشرعية مبررا أيضا. تناقض المبررات هنا ليس له أهمية، فلا بأس من ذلك من أجل الهدف الموحد. اليمنية الفرنسية ماري لوبان كما صرحت في لبنان مؤخرا بأنها مع بقاء النظام السوري لأنه علماني. ذلك التصريح وجد صدى إيجابيا في غرفة العمليات في طهران رغم قولها بدعم إسرائيل وشيطنة الفلسطينيين. هذا ليس مهما، وهكذا وفي معظم الملفات نجد أن تلك الغرفة توائم مواقفها مع أهدافها هي فقط. أما الشعارات والمبادئ فهي للاستهلاك المحلي وبيعها على السذج كالقول بالممانعة. كلما أسرعنا في الفهم وتجاوزنا التكتيكات الإيرانية إلى المشروع الأساسي، قربنا إلى مكان نفهم فيه جميعا أن الأنفاق المظلمة في الشرق الأوسط مسدودة، لأن القضية برمتها تكمن في تحقيق حرية للشعوب الإيرانية من تسلط غرفة العمليات في طهران التي تسمى ولاية الفقيه. أثناء تحليقه فوق الأراضي الزراعية التقط المصور جوش سميث صوراً للمزارع في أستراليا كشفت عن ألوان وأشكال تنسيقية قد لا تبدو كذلك عبر الرؤية العادية من الأرض. فلنتابع سوياً ما نشرته البي بي سي.
وصلنا إلى ختام كشك الصحافة، أترككم فقط مع الكاريكاتير حتى أراكم في أمان الله وحفظه.